ساعدت اليابان في السينما متوزعة في أنحاء دول العالم. ثروتها تفوق ميزانية الدولة والحكومة. عمر أكثر من 400 سنة. يظهرون بثياب أنيق ويخبون تحتهم الكثير من الوشم. أخطر وأحبب عصابة في العالم هي عصابة الياكوزا اليابانية، ملقبة باسم العصابة الأخلاقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بفيديو جديد بعد فترة طويلة. آسف أباطع عليكم لأنه عن جد عندي دراسة وعندي ضغط كتير من الشغل، ومن هيك كل أسبوع بنزل فيديو أو فيديوهين. بدنا نوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. سمعت أنه مزعلين هشام هو بقدم نفس محتوي وبنزل نفس فيديوهاتي. روحوا اشتركوا بقناته وحطوا له لايك وعيفوا له تعليق جميل إذا هذا الشيء بمون عليكم، وإن شاء الله بهاليومين بيصير عنده 2000 مشترك. رابط قناته بالوصف. إذا خلصنا من كل شيء خلينا نبدأ بالفيديو اليوم. بيعود تاريخ هاي العصابة بقرون الوسطى. هاي العصابة كان ملقبة باسم البوراكاميين، وكان كل الشعب بيعامله بمعاملة سيئة، وحتى ممنوع انه يلمسوا العالم كأنهم مريضين في البلاد. والسبب الرئيسي بمعاملة سيئة لألهم هي أعمالهم مثل صناعة الجولي والجذورات، ما تسبب المجتمع لهم وانعزالهم عن العالم وزادت عزتهم سنوات. من خلال القرن ال17 وضعت قانونا رسميا بعزلتهم عن المجتمع وطالعوهم الى الخارج المدن وحتى البلاد، ففرضوا عليهم العيش بمناطق معزولة عن العالم. بس لبين ما اجى جيل الجديد باخر القرن ال17 ظهر جيل جديد من البوراكاميين وفرضوا نفسهم في المجتمع. لما ظهر جيل جديد هون فاتوا على المجتمع وبلش يبيعوا اشياء مسروقة، وهذا الشيء انتشر بأنحاء اليابان، وحتى أنشأوا محلات المقامرة بعدة أمكان في اليابان. انطلقوا على هذا الشيء من قبل 400 سنة وليومنا هذا. الغريب الموضوع أنه كانوا طبقة سرقة واحتيال، اتغيروا وصاروا طبقة محترمة، وكل شعب الياباني بيحترم هاي المافيا. كانت طبقة معزولة عن العالم بالإجبار، أما جماعة المافيا عزت حالها عن العالم بإرادتها وحطوا قوانين خاصة لأنفسهم لينتشروا في اليابان وثم يتوزعون في أنحاء دول العالم. الياكون ليس مجرد عصابة، فهي بتشبه عائلة كبيرة جدا. كل واحد بنضم على هاي العصابة بعامل رئيسه مثل أبيه. هاي العائلة سووا الشي بشان ما يتفرقوا من بعض، وهذا الشي هو الوشم. بيغطوا كل جسدهم بالوشوم المتعددة والغريبة، أو بتفهم من هاي الوشوم عن قصص أسطورية يابانية، وكل هاي الوشوم بيستخدموها بطريقة تقليدية قديمة. بالعكس ما فرجوا الوشم للعالم، بلبسوا لبس عام، بدلات رسمية وسيارات فاخرة. بيفرجوا هاي الوشوم بس بالاجتماعات، بيجوا على المجتمع وهن عاريين مشان يعرفوا انه هن من العصابة او جاسوس. والشي اللي فرقهم من الشعب الياباني هو الاصبع المفقود، وهي هي عقوبة. كل شخص بيرتكب خطأ من العصابة باصبعه وبيعطيه لرئيسه. بيقولوا كل الأشخاص اللي بالعصابة بيرتكبوا خطأ لأنه معرضين للخطأ دائما. هي العقوبة بتأثر بضعف قوة المحارب. الشخص بيكمش بأصابعه سيف الساموراي، لا مو ساموراي، هذا الساموراي سيف الساموراي. رابط قناة ساموراي تحت الوصف. وهذا السلاح الأساسي اللي بيستخدموه رجال العصابة، وكل ما فقد من أصابعه بيقل قوته. تضم عصابة ياكوزا من أكثر 20 عشيرة من اليابان، أكبرهم ياماغومي بصل عددهم الى 50,000، وعشيرة سامي ساغوغي وعشيرة إنغا غوغي. شغل هاي العصابة هو بيع نقطة نقطة وتهريبة. عندها مشاريع ضخمة اكثرها في تركيا بمحافظة اسطنبول. العصابة باسطنبول تتحرك بحريتها ولديها استثمارات ضخمة في اسطنبول. العصابة بتسوي جرائم بس دائما بتساعد الشعب. مثال ب 2011 صار زلزال قوي باليابان، كان هاي الزلازل من اقوى الزلازل في اليابان. فورا العصابة ساعدت المتورطين، واكثر شيء بمنطقة تاهوكو. 70 شاحنة راحت لهذيك المدينة محملة بالطعام وادوات البيت والماء. المساعدات اللي سوتها العصابة شهرتها، من هيك كل شعب الياباني بحب وبحترم هاي العصابة. كانوا مكروهين صاروا محببين الشعب، وبتعتبر ياكوزا من اشهر المافيات في العالم، وبصل عددهم الى 100,000 عضو، وبصل دخلهم بالعام 8 مليار دولار. وهون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. هذا هو حسابي على الانستغرام وبتلاقوه تحت بالوصف. خلينا نوصل 1000 متابع بقى. بعرفكم انه جيش جبار وبتوصلوني 1000 وبتوصلوني 2000 كمان.
إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك. يلا سلام.